انا كنت انا خويا راه غيبت صراحه، كنت سخفت على الناس اللي فيقوني. انا ملي طاح الزنزه طاح عليا واحد سميتو على رجليا، اش غنقول لك انا صراحه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. كنت غايب اصلا، وملي خرجت لقيت ناس ديال الدوار النص ديالهم مات. واش غنقول لك اخويا؟ راه لا اله الا الله محمد رسول الله. دواري موجود طوالي توفى لي عمي خو الاب. خو لا توفى غير لي عمي خو اب ديالي. ولي توفى لي في الدار. الدار تريبات اصلا، ما بقى فيها والو. وناس مساكين توفوا، يلا جبناهم. ومن ثلاث ايام وحنا كنحفروا يلا جبناهم. على البارح جبناهم، على البارح على الله دفناهم اخويا. وفهمتيني الحال، لا اله الا الله محمد رسول الله. كيفاش دوزتي الليله الاولى ومرض الليله اخويا؟ راه ما نعسناش، راه باقي هذيك الساعه راه ما نعسناش كاع الليل، حيت ديك الساعه راه باقي كضرب. لا اله الا الله محمد رسول الله. هادشي نهار الجمعه بالليل مع هذيك 10 ونص 11 تقريبا، الناس يلاه مساكين يلاه تعشاو يلاه بغاو يناسوا. ويا جي داك راه درا ما فهمتيني، مع الماء ما باش دير هذيك زيدي عاد باش يخرج من هاد المولاه. راه جات باش جات باش ريبات كلشي. شحال من واحد اللي كان ساكن في الدوار وشحال قادر؟ تقريبا ما عرفتش شحال من واحد ساكن في الدوار، وانما 15 مات تقريبا شي 15 شي 60 ولا 70 هكاك تقريبا. ماتوا فيهم تقريبا شي 15 اللي ماتوا. لا اله الا الله محمد رسول الله. محتاجين اخويا الموان باش يتغطاو الناس. البارح الله الا بتنا بالبرد، وذاك النهار ثاني بتنا بالبرد. راه صافي الا اللي ما ماتش بالزنزانه غيموتها بالبرد. والجوع اخويا والماء راه حتى الماء ما كاينش اخويا ديال الشرب. والضو راه مقطوع والريزو ناقص، ما كاينش كاع الريزو. هادشي اللي كاين اخويا. هاد الساعه ديال انت كتشوف حاجه ضعيفه. تفكروا انكم ترجعوا للديور اللي الديور اللي باقي شادين ترجعوا ليهم اللي باتوا فيهم؟ حنا اخويا تقريبا ما باقي ما كنفكروا في حتى حاجه، يعني ما عرفناش شنو غنديروا دابا حاليا. الدور تريب والطريق ما كايناش منين غادوز التراكس. يا بغيتي تبني هنا ولا شي حاجه ما كاينش منين غادوز التراكس. خاصنا بعدا الطريق هي الاولى. هادشي اللي كاين اخويا.